اندر انا خبي حبك انا حليم فضوح انا من ليبيا. ليه اتنين مش واحدة في الكليب؟ الموضوع ده مطروح للنقاش، واللي انا لاحظته خلاني اعمل فيديو اتكلم مع حضراتكم واخد رأيكم في الموضوع ده. ليه كليب اغنية سعد المجرد الهندية الجديدة قول لي متى في اتنين مع سعد المجرد؟ الممثلة الهندية جينيفر وينجت والمغنية والمطربة الهندية شيريا غوشان. ما كان ممكن اختصارا لتعداد الاشخاص او للعدد اللي هو اتنين موجودين في الكليب، كان ممكن شيريا غوشان هي اللي تغني وهي اللي تمثل وزي ما المخرج هيقول لها هي هتعمل، بس الموضوع ده محتاج رأي حضراتكم فيه عشان اقدر اجاوب على السؤال اللي انا لاحظته واللي شاغل بالي. ليه اتنين في الكليب؟ هل عشان قوة سعد المجرد محتاجة يكون معاه ممثلة شاطرة؟ لان احنا عارفين ان اداء سعد المجرد الغنائي والتمثيلي قوي جدا، فهل ده سبب من الاسباب اللي يخليهم يتعاقدوا مع مطربة تغني وممثلة تانية تمثل؟ طب في سبب تاني برضو هطرحه على حضراتكم وقولوا لي رأيكم فيه ايه. حد فينا كان يعرف جينيفر وينجت او شيريا غوشان قبل ما يتعاونوا مع سعد المجرد؟ طب ليه بقول كده؟ بقول كده عشان يمكن فكرة الانتاج الهندي ان هو يبرز نجوم هنود في الحدث التاريخي ده اللي هو التعاون المغربي الهندي، برضو ده ممكن يكون سبب من الاسباب، لان برضو اللي انا لاحظته ان الشركة المنتجة نزلت الاغنية على صفحتها على اليوتيوب وفي كام تعليق جالي ان الشركة المنتجة بتحاول ان هي تروج لصفحتها على اليوتيوب او للقناة اللي هي اسمها بلاي DMF، بالرغم من ان عدد مشتركين سعد المجرد اكبر بكتير، ولكن برضو الاغنية ما نزلتش على قناة سعد المجرد الرسمية ونزلت على صفحة بلاي DMF. سبب اخر، هل فكرة الكليبات الهندية تعتمد على ان في مغنية بتغني وممثلة اخرى هي اللي بتقوم باداء تمثيلي وغنائي داخل الكليب؟ ممكن تكون فكرة الكليبات الهندي عموما كده. كل الاحتمالات دي والاقتراحات اللي عرضتها على حضراتكم مستني رأيكم جدا في التعليقات، لان فعلا الموضوع ده شاغل بالي من ساعة ما نزل الكليب وانا عمال اقول طب ليه اتنين مع سعد المجرد مش واحدة بس؟ ليه اللي تغني غير اللي تمثل لما ممكن شيريا غوشان كانت هي اللي تمثل مكان جينيفر وينجت وتظهر في الكليب وتعمل كل اللي عملته جينيفر وينجت زي ما السيناريو بيقول والمخرج بيقول؟ معرفش، اديني طرحت على حضراتكم الاسباب اللي جت في خيالي وجت في دماغي واللي انا لاحظتها، واكيد رأي حضراتكم يهمني جدا في الموضوع ده. ويبقى السؤال مطروح، ليه جينيفر وينجت وشيريا غوشان مع سعد المجرد في كليب اغنية قولي متى الهندية الجديدة؟ واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا مصطفى شريف ودي قناة نجم العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.